طبعا بعد ما كثرنا البكتيريا النافعه وعدلنا حمض المعده ونزلنا الانسولين يا جماعه، الحين يا دور المحليات، نبغى نشرب شاي، نبغى ناكل سويت، نبغى نسوي سويت، نسوي سويت من الطحين دكتور بشار اللي هو ما في كربوهيدرات، ونستخدم ايضا سكر دكتور بشار. سكر هذا طبعا السكر هذا الحين ما نزل كانتاج، هذا بعده من مختبر، هذا مستخلص من الخروب. الخروب يا جماعه له فوائد عظيمه. طبعا الدكتور بشار رزق يركز على المواد الطبيعيه، ما يحط اي شيء صناعي نهائيا، لازم يكون كل شيء طبيعي، لان الجسم متى ما دخلنا عليه شيء صناعي تتلخبط الهرمونات وتتلخبط العمليه كلها، فكل شيء يتاثر. هني يا جماعه الحين شوفوا، بحط مثل كميه هذه، شوفوا هذه، وبتسوي لي الشاي هذا وايد حلو، وايد بيستوي حلو. طبعا فوائد عظيمه، في نفس الوقت يحلي من غير ما يرفع السكر نهائيا، لان ما في جلوكوز، هذا عباره عن